عودة إليكم مشاهدينا مرة أخرى، وشكرا لزميلنا لهذا التقرير من ديالى. فعلا الموائد الرمضانية خاصة إذا كانت في تجمعات وبين أهالي الحي أو المدينة يكون أكيد لها نكهة خاصة. لابد في شهر رمضان المبارك أن نعتني بصحتنا حتى نقدر إن شاء الله يعني نكون قادرين على العبادة والطاعة، قراءة القرآن والتعبد، وأيضا أن نقوم بواجباتنا ومهامنا الأساسية في الحياة بصورة عامة. لذلك لابد لنا من الاهتمام خاصة بوجبة السحور لما لها من أهمية في تعزيز بنية الجسم لتحمل مشاق النهار بأكمله. ملاك الشيخ علي أخصائية التغذية أعدت لنا بعض النصائح بما يخص موضوع حلقتنا لهذا اليوم وفقرة دقائق صحية، أهمية وجبة السحور في شهر رمضان. شهر رمضان مبارك. من أكثر المشاكل اللي بيعاني منها الصائم هو الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وأيضاً وجع الرأس أو الصداع، ولكن أكيد بده يكون في أسباب لهيدا الشيء. خلينا نبلش بأول سبب واللي هو أهم سبب، إنه الإنسان ببلش أو بالأحرى الجسم ببلش يفقد السوائل، وبالتالي بس يصير في عنا جفاف هيدا الشيء حيخلي يصير في عنا تعب وإرهاق. شو فينا نعمل بهيدي الحالة؟ خلي جسمنا دايما بحالة ترطيب من خلال تناول سوائل مهمة للجسم. يعني مثل ما نحن بغير شهر رمضان دايما بننصح بتناول 8 ل10 كبايات خلال النهار، نفس الشيء بالشهر الفضيل بنوزعهم من الإفطار للسحور، ما فينا ناخدهم دفعة واحدة. حتى السوائل ما بس بالماء، ممكن نلاقيهم بالحساء أو الشوربة، وأيضا بالخضار والفواكه، العصائر الطازة، وقد ما فينا نبعد عن العصير اللي هو عالي من السكر، حتى ما نبعد عن المشروبات الغازية لأنه بيصيروا بيشتغلوا بطريقة عكسية. أيضا كمان من الأسباب اللي ممكن توصلنا للتعب والإرهاق هي ممارسة الرياضة خلال النهار تحت الشمس، لأنه هون جسمنا ببلش يخسر ماء وسوائل وبالتالي بيصير في عنا تعب. كرمال هيك الأفضل وقت نحن نمارس فيه رياضة يكون أو قبل الإفطار أو بعد الإفطار. أيضا من الممكن يسبب التعب والإرهاق هي العادة أو الأنظمة الغذائية الغير صحية. بعض الأشخاص بدل ما يكون الشهر الفضيل هو عبارة عن تحسين لنظام الغذائي، بالعكس بيصيروا بيتناولوا الأطعمة الدسمة العالية بالدهون الغير صحية، وبالتالي هيدا الشيء رح يسبب لنا التعب. كرمال هيك النظام الغذائي لازم يكون صحي متوازن بقلبه كل العناصر الغذائية اللي نحن بنحتاجها، يعني لازم يعتمد كتير على النشويات، على البروتين، على الدهون الصحية، وأيضا لازم نكون بقلبه الفيتامينات اللي هي بتساعد على أنه تضل تعطينا طاقة ونشاط وحيوية، مثل الفيتامين سي، مثل الفيتامين دي، الفيتامين بي12، أيضا البوتاسيوم وغيرها. يعني هول ما ممكن نلاقيهم بالبقوليات، بالحمضيات، أيضا فينا نلاقيهم بالموز، بالتمر، بالأوراق الخضراء كتير بقلبها، خاصة إذا فينا نحكي عن السبانخ، عن البروكولي وغيرها. من الأشياء كمان اللي ممكن تسبب لنا تعب والإرهاق هي الحلويات الرمضانية اللي هي جدا عالية بالسكر، حتى المشروبات الرمضانية تحديدا مثل الجلاب، لأنه نسبة السكر العالية هي راح تخلي خلال نهار الصيام نحن نشعر بهيدا التعب. الكافيين أو أخذ الكافيين واللي هي كمان من العادات اللي نحن منعاني منها، نسبة عالية منها إذا أخذناها رح يعملنا وجع راس وصداع، وبالتالي حيصير في تعب خلال نهار الصيام. كرمال هيك خلينا نحد من كمية الكافيين حتى النيكوتين خلال الشهر الفضيل، ولأنه بالشهر الفضيل التوقيت النوم بيتغير عنا وبيصير في أوقات كتير منسهر فيها، فانتظام النوم هو رح أو عدم انتظام النوم هو رح يسبب لنا مشكلة أو حيعملنا التعب والإرهاق. كرمال هيك لازم ننتبه أنه ننام 8 ساعات لنكون نحن قادرين نمارس أعمالنا اليومية خلال الصيام. وأيضا الكافيين أو النسبة العالية جدا من الكافيين هي كمان حتسبب لنا القلق، كرمال هيك لازم ننتبه لهذا الموضوع. وآخر سبب هو
الأمراض، بعض الأمراض الأشخاص اللي بيعانوا منها، وهون الطبيب المختص هو اللي بيحدد لهم شو لازم يعملوا خلال الصيام. كرمال هيك كتير مهم نحن نحافظ على العادات الغذائية الصحيحة وحتى على ممارسة الرياضة خلال الشهر رمضان المبارك. صيام مقبول وإفطار شهي. نشكر أخصائية التغذية الست ملاك الشيخ علي طبعا على هذه النصائح المهمة جدا على أهمية وجبة السحور في شهر رمضان المبارك. البعض قد يهمل هذه الوجبة مع أهميتها وضروريتها، مثل ما ذكرت أنه ست ملاك أنه هناك بعض من الفيتامينات والمعادن لابد أنه تدخل للجسم، يلا يقدر أنه الجسم يقاوم ويعطي طاقته الكافية، يلا نقدر إن شاء الله نمارس المهام والمسؤوليات خلال ساعات اليوم.